دكتور، عايزين بقى نتكلم برضو ان طرق العلاج بقى، العلاج من الفوبيا، العلاج من الرهاب. الناس تقدر تعمل ايه؟ لان مثلا تقدر تروح طبعا عند دكتور كبير زي حضرتك او عند اي دكتور زميل تاني، تقدر تتعالج ازاي؟ هل بيبقى كله بيتطلب نفس العلاج، ولا كل واحد ليه علاج مختلف، ولا كل واحد مثلا بيتطلب علاج بأدوية مع علاج نفسي، ولا ايه؟ برضو عايزك تشرح للساده المشاهدين. طيب، هي بتختلف. لو احنا اتكلمنا حد في فرق متاخره، ده سهل جدا بيكون العلاج فيها ممكن يوصل بحاجات بسيطه الى قصص معينه. القصص معينه دي بتقلل الخوف والضغط بريشر من عليك، من الحادث دي بتبدا تغير الحدث اللي حصل لك السلبي التاثيرات. لو كان الحدث ده في اشخاص زي حيوانات او بني ادمين، بتبدا تغيرها تخليه يقدر يواجهها. دي مهمة جدا. يعني مثلا الرهاب، القلق المحدد من اشخاص معينة، بيبدأ يخليه يعمل حاجة اسمها تقمص الشخصية، او بيعمل حاجة اسمها ميكي ماوس. يبدأ يتخيل الشخصية اللي بيخاف منها جدا او مش قادر يتعامل معاها، عامل زي ميكي ماوس، مناخيره كبيرة ودانه كبيرة. بنبدأ نعيشه في الجو ده، هو يبدأ يتعامل مع العالم الخارجي او الشخص اللي هو خايف منه. طيب، لو احنا دخلنا شويه في المراهقين، المراهق المتاخر، حد بنتكلم 20 سنه او 21 سنه لحد الكبار، بتختلف. بنبدا بنشوف لو دخل في اضطرابات قلق لوسواس قهري، او دخل لاكتئاب او هوس اكتئابي، او الحاجات دي كلها، او اضطراب الشخصيه الحديه. اضطراب الشخصيه الحديه يا اما يكون حزين جدا يا اما فرحان جدا، فهو كده احنا مضطرين ندخل حاجه اسمها حصرات بيتا، اللي هو ادويه تبدا تتحكم في افراز الهرمونات بتاعه المخ، اللي هو سيرتونين واندوفين ودوبامين والحاجات دي كلها. مهم جدا نبدا نسيطر عليها عشان ما ياذيش نفسه. فلو سيطرنا عليه، احنا سيطرنا على حالته المزاجيه. وفي التوقيت ده بنبدا ندخل جلسات معرفيه اللي هي فرديه، اللي هو طريقه تفكيره. هو بيبقى ساعتها فاقد الشغف ان هو يحاول يواجه، فهو بينسحب. فاحنا بنحاول بشكل ميديكال، اللي هو لا عنده شغف في ريموت المخ، وفي نفس التوقيت بشكل مينتاليتي اللي بقى عنده العقليه او المايند سيت بتاعه ان هو يبدا يواجه المشاكل دي. يواجهها بكتابه مشاعره، عن طريق رسومات، عن طريق تحليل، عن طريق حاجه اسمها خريطه المخ. بعد كده بيبدا يوديه جلسات جماعيه، نوري له ناس في نفس الليفل، نفس اللاين بالظبط او بالزبط. مختلفه بس قدروا يواجهوا، فبيجي له زي كاركتر بيلدينج كده، ثقه بالنفس. اللي انا بتدي له امل بالظبط بتدي له امل وثقه في نفسه. في حاجات ممكن تقعد من شهرين، ممكن بالزبط. تكمل لحد 6 شهور. بس ساعتها لو احنا بنتكلم على الصغيرين، الاسره بتساعد بشكل كبير جدا. لو احنا اتكلمنا على الرهاب او الفوبيا، الكبار لا، هم لازم المايند سيت بتاعه هو يتغير، فلازم تبقى جلسات. وبرده مش بس لازم نبقى عارفين التاثيرات، يعني قبل ما بتجي لنا الموضوع وصل لحد فين بالظبط. يعني وصل لحد فين؟ يعني مثلا في ناس عندها وصل الموضوع لفوبيا الاكل، البي دي دي، اضطراب تشوه الجسم. انا شايفه، ودي بحصل في البنات كتيره جدا، انا شايفه عشان السوشيال ميديا شايفة البنات حلوين جدا، واحنا البنات لما بتتولد انت بنت جميله واموره وجواز، مش بحط لها هدف توصل له. فالجمال كله او الحياه كلها عباره عن جمالها، فدي مشكله كبيره جدا. فلو ما كانت شخصيتها قويه شويه، فتحس ليه شكلها مش حلو، مع الموضوع بيوصل اضطراب تشوه الجسم، فتحس ان هي مش اموره، فتبدا ما تاكلش، فتذكرش خالص، يبقى شكلها وحش جدا بالظبط، وثقتها في نفسها طبعا تقل، او تتخن جدا اللي هو بنسميه سوء التغذيه بالظبط. ممكن يوصل للكوابيس، ممكن يوصل لهلع ليلي، ممكن يصير الارق اللي بيأثر على الجهاز التنفسي، ما تعرفش اصلا تاخد نفسها، ممكن توصل اللي هي منعزله عن العالم الخارجي، وهي بتتكلم يجي لها تحتها او تلعثم في الكلام بالظبط، ضوافرها جوه بقها، او بتمص صوابعها كنوع من انواع الاسقاط. في ناس بتحاول تأذي نفسها بشكل غير مباشر.